حضرتك جدا وخلصنا وحضرتك طيب وحضرتك طيبة. واحنا دلوقتي مشاهدينا هنسيبكم مع تقرير صحبة خير وافضل الاعمال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. سرور تدخله على قلب مسلم انك تفرح اي حد بحاجه هو بيحبها او محتاجها او نفسه فيها وتشوف فرحته بيها. احنا مشاهدينا هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير صحبه خير وتوزيع الاطعام على المحتاجين، وشفنا ايه احلى اكله ممكن تفرح قلبهم وجبناها لهم. تعالوا نشوف احنا جايبين اطعام النهارده ايه. وافكر في حالي وحال الناس، بنتولد في لفة وبنسيب الدنيا في لفة، وبين اللفتين بناخد من الدنيا لفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا وتقرير جديد من تقاريرنا صحبة خير. وإحنا فكرنا في تقريرنا النهاردة إن إحنا ننزل ونعمل إطعام. ممكن أقول لك يلا ننزل نعمل مع بعض إطعام، تقول لي ليه هو إحنا في رمضان؟ لا إحنا مش في رمضان، بس الإطعام لازم نعمله طول السنة مش بس في رمضان، لأن الناس جعانة طول السنة مش بس جعانة في رمضان، الناس محتاجة طول السنة إن إحنا نقف معاهم ونحس بيهم. طبعا إطعام الطعام زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان اللي يعمل اطعام الطعام بيدخل الجنه بسلام، وكلنا اكيد محتاجين ان شاء الله حسن خاتمه وجنه يا رب ان شاء الله. كمان حاجه تانية، الثواب موجود طول السنه مش بس في رمضان، واحنا محتاجين ربنا ومحتاجين الثواب طول السنه. حاجه بقى تانية فكرنا فيها مختلفه في تقريرنا النهارده وصحبه خير، انه قلنا ننزل نعمل اطعام وجبات كباب. ليه فكرنا في الكباب؟ لأنه الكباب حاجة ريحتها فظيعة، أي حد بيعدي من جنب محل كباب ريحة الشوي بتاعة الكباب بتجوع الواحد حتى لو مش بيحب الكباب. فما بالكوا بقى الناس الغلابة اللي بجد بتحلم بأكلة كباب. طبعا صعب إن هم ياكلوه أو يشتروه، لأنه طبعا سعره بقى غالي جدا، أقل المتوسط يعني بتاعه مثلا الكيلو ب160 جنيه، يعني ربع كيلو كباب اللي احنا قلنا النهاردة كل وجبة هتبقى ربع كيلو كباب، الربع كيلو ب40 جنيه. فطبعا مش أي حد يقدر إن هو يشتري وجبة لفرد واحد لنفسه ب40 جنيه، هيقول لا ولادي اولى اروح اجيب لهم بيه اي حاجه، حتى عيش وفول وجبنه كل العيله تاكل منه. فاحنا حبينا ان احنا ندخل الفرحه والسرور على قلب الناس اللي محتاجه، وننزل النهارده وصحبه خير ونعمل اطعامنا كباب. تعالوا نشوف هو هيكون نصيب ورزق مين النهارده. استلمنا الوجبات وجينا نقابل صحبة الخير وشركائنا بالخير دايما على طول مع بعض. نعيمة كامل اهلا بيك يا نوني، وطبعا اختنا بقى في الله نجلاء من اسكندرية. اهلا يا نجلاء. اهلا يا حبيبتي، وحبت ان هي تكون موجودة معنا النهاردة عشان كلنا نعمل مع بعض الخير. نوني عايزاكي كده تقولي للمشاهدين على فكرة الاطعام الكباب. بصي، كانت فكرة نجلاء صراحة قالت لي وانا في اسكندرية الاسبوع اللي فات، قالت لي طب ما تيجي نوزع المرة دي كباب الناس تبقى نفسها فيه، بيشموا ريحته ما بيعرفوش يجيبوه الكلام. فجيت لما قلت لك الفكرة قلت لي لا حلوة قوي، تعالي ننزل نعملها وكده.
فطبعا احنا اتاخرنا النهارده انتوا فبس فالنهارده حبينا ان احنا نفرح الناس وناكلهم حاجه ممكن يكونوا نفسهم فيها ومش قادرين يشتروها. فعلا ايه الفكره دي ليه جات لك يا نجلاء؟ هي فكره غريبه ان الاطعام يبقى كباب. في الحقيقة أنا الموضوع ده بلاقيه دايما يعني وأنا مثلا ماشية أو حاجة بلاقي مثلا في ناس كتيرة جدا بيبقوا نفسهم إن هم يقعدوا في مكان زي ده أو ياكلوا الأكل ده، فببقى شايفة الناس دي جات لي الفكره من هنا، فابتديت ان انا فعلا اعمل ده وانا هناك في اسكندريه. فحبيت بقى ان انا بقى مش اسكندريه وبس، اسكندريه والقاهره وكل الناس اللي هي فعلا عايزه تعمل خير وعايزه ان الناس فعلا تحس ان هي يعني معانا كده في ان شاء الله في الاطعام الخير ده في المنصوره وفي كل المحافظات يعملوا. فكره حلوه ممكن الناس تكون ما فكرتش فيها او بتستبعدها لانها غاليه. غالي يعني الربع الكباب ب 40 جنيه كتير على وجبه. ما هو المقتدر بقى او الناس اللي هي تقدر ان هي تعمل ده يا ريت ان هي تعمل. زي ما احنا عملنا لمينا من بعض وكذا يعني كذا حد مع بعض وكده، وان احنا قدرنا نشترك يعني يبقوا مجموعه او صحاب او عيله او كده يشتركوا مع بعض وينزلوا يشتروا ويفرقوا يعني. وكل واحد بقى بياخد نية لله في الفلوس في الإطعام اللي هو طبعا بيحطها، وربنا يتقبل نيتنا اللي احنا نازلين بيها النهاردة وتوصل بقى لأبواتنا، وربنا يحسن خاتمتنا وولادنا يعملونا. تعالوا بقى نبدأ كده ونوزع مع بعض، وسبحان الله احنا جينا في المكان ده اكيد ربنا جابنا هنا لان ده رزق الناس دي ان هي تاكل بقى النهاردة أكلة الكباب. احنا معانا 100 وجبة، يلا نبدأ نوزعهم وربنا يسر. لو عشنا بس نروحنا نبقى دعانا يا ناس، بص دايما حواليك شوف غيرك محتاج ايه.